نفس الملف وفي نفس الصفحة أيضا، والعنوان يقول الإخوان تخترق أرض الفيروز بكاميرات ولاية سيناء. التفاصيل أنه جماعة الإخوان الإرهابية وفقا لهذا التقرير قدمت أكبر دعم للجماعات التكفيرية المتحالفة معها واللي هددت عدد من مسيحيين في سيناء واضطرتهم لمغادرة بيوتهم لعدد من المحافظات المجاورة. في المقابل التقرير في اليوم السابع بيقول أنه التنظيمات الإرهابية قدمت ما أسمته الدعم الكامل لجماعة الإخوان وأيضا للقنوات المحرضة التابعة لهذه الجماعة واللي بتبث من تركيا تحديدا، وصوروا ما سمته عمليات التهجير للمسيحيين من العريش بكاميرات خاصة بهم، وتم عرض عدد من هذه الصور والفيديوهات على قنوات الإخوان في تركيا وإعداد عدد من التقارير عن ما أسموه بأزمة تهجير الأقباط من مدينة العريش، وكان تم تصويرها في شمال سيناء أثناء نزوحهم تحديدا لمحافظة الإسماعيلية بعد تهديدات عدد من العناصر التكفيرية التنظيمات الإرهابية الموجودة هناك ليهم على مدار الأيام الماضية. التقرير بيقول ان الغريب في انه التقارير اللي كانت بتبث على قنوات الاخوان استطاعت ان تصل للاقباط بعدد من عدسات هذه القنوات وتنقل عدد من التقارير لعمليات النزوح تحديدا، وقيل ان هذا كله كان بمساعده هؤلاء او هذه الجماعات الارهابيه اللي دائما ما تصور يعني الاحداث بعد ما تقوم بها.